عسلامة، اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تحضير برغل صيفي بالقديد. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. نشوفوا مع بعضنا مكونات وطريقة إعداد برغل بالقديد. عندي كاس ونص برغل متوسط الحجم، كمية هذه تكفي من 4 إلى 5 أشخاص. نغسل البرغل ونصفيه من الماء. عندنا الخضر، عندي بصلة كبيرة مقصوصة جوانح كبار مع كعبتين طماطم مقصوصين قطع متوسطة، عندي حمص، عندي فول أخضر، عندي قديد مع زيت القديد، عندنا التوابل، عندي ملعقة صغيرة كركم، ملعقة أكل معجون الطماطم، عندي ملعقة أكل فلفل أحمر، عندي نص ملعقة صغيرة ملح لأنه القديد مالح، عندي فلفل أخضر. في طنجرة على النار نصب 1.5 لتر ماء ونخليها تسخن، وبعد نصب القديد مع زيت القديد، نصب جميع التوابل، الفلفل الأحمر، معجون الطماطم والكركم والملح، نصب الحمص والفول، نصب الخضر البصل والطماطم، نخلي جميع المكونات حتى توصل مرحلة الغليان. في المرحلة هذه نغطي الطنجرة ونخليها تطيب 15 دقيقة على نار متوسطة. بعد 15 دقيقة نصب البرغل ونخليه يطيب على نار هادئة تماما مدة الطهي من 30 إلى 40 دقيقة. نغطي الطنجرة ونخليه البرغل يطيب. من الأحسن يكون البرغل من النوعية المتوسطة، يكون شخشين برشا. نغطيه ونخليه يطيب حسب التقريب 40 دقيقة. هذا البرغل بعد 15 دقيقة نحركوه، المرق بدأ ينشف، البرغل بدأ يطيب، نغطيوه نرجع نغطيوه ونخليوه يزيد يطيب. هذا البرغل بعد 40 دقيقة نصبوا الفلفل الأخضر ونطفيه على النار ونخليه البرغل يرتاح 10 دقائق مغطي حتى يتشرب المرق الكل. هذا البرغل بعد ما ارتاح 10 دقائق شوفوه نشف من المرق، وهذه هي النتيجة المطلوبة. نقدم البرغل في صحن التقديم، نزينوه بالقديد وبالفول، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم. وصحة وبشفاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله. دمتم أوفياء.